إذا ناخذ مثال آخر عن الفوريير ترانسفورم، عندنا حاليا اليونت ستيب فاكشن اللي عندنا 4 يو تي ناقص 1، طبعا هاي الزمن يكون مشفت، ويو تي ناقص 2. هسه لو نجي نرسم هاي الاولى ونريد نرسم الثانيه، ايش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ الاتي، ان اليو تي ناقص 1 معناتها الرسم مالتها يبدي منين؟ راح ناخذ التي ناقص 1 نساويها للصفر، اذا التي تساوي 1، معناتها راح يبدي التي تساوي 1، راح يبدا عندنا الرسم مالت الداله. بعدها منا راح نبدي نرسم، هاي هي تمثل لنا اليو اوف التي ناقص 1. اليو اوف التي ناقص 2 راح تكون هي عبارة عن شنو؟ من التي تساوي 2 راح نبدي نرسم هاي الدالة بهذا الشكل. فإذا معناته إنه الدالة هنا موجودة من الرقم 2 والدالة هنا تكون موجودة عند الرقم 1. إذا نجي هسه نطبق القانون، عندنا الفورير ترانسفورم قانون هو تكامل من السالب ما لا نهاية للما لا نهاية اف اوف تي بالإكسبونيشال. راح ناخذ الاف اوف تي تكون موجودة هنا، فش راح يصير عندنا؟ راح يكون عندنا الفور يو اوف تي ناقص 1 ناقص الثمانية يو اوف تي ناقص 2. اللي نسوي حاليا بما انه عندنا علامة سالب، فمعناته كل حد راح ادخل عليه هذا الاكسبونيشال واخذ تكامله بوحده. هاي الخطوة ضرورية لانه كل حد لازم اكامل الى بوحده. ليش؟ لان حدود التكامل راح تختلف عندنا، يعني ما راح تبقى من سالب ما لا نهايه للما لا نهايه، راح تصير كل وحده الى حد خاص بيها. لهذا لازم نوزع التكامل، وما ننسى شيء اكيد، لازم ندخل الاكسبونيشال. اذا هسه راح نوزع التكامل هنا، راح نوزع التكامل على اول وحده، وراح نوزع التكامل يعني هذا ويا الاكسبونيشال راح يصير عندنا الحد الاول، وهذا ويا الاكسبونيشال راح يصير الحد الثاني. هسه نبدي نشوف شنو تاثير الستيب فاكشن هنا. شنو تاثيرها؟ تاثيرها راح يكون على حدود التكامل. هنا الدالة التكامل تقول من السالب ما لا نهاية للما لا نهاية، بينما احنا هسه ما رسمناها هنا، الدالة تبدأ عندنا من الواحد للما لا نهاية، والدالة الثانية تبدأ عندنا من الاثنين للما لا نهاية. ماكو شيء بالجزء السالب، سالب ما لا نهاية الدالة تساوي يعني ما لها قيمة، ما موجودة، وهنا كذلك ما موجودة بالسالب ما لا نهاية. فإذا اليونت ستيب فاكشن شو راح تكون تأثيرها؟ راح يكون تأثيرها على حدود التكامل. نجي ناخذ هسه حدود التكامل، هنا شو راح يصير حد التكامل؟ راح يبدي من الزمن اللي بدا تي بي، يعني الزمن اللي مشفت هنا، راح يكون بدل السالب ما لا نهاية راح تبدي من الواحد. وبعد من ناخذ تأثيرها، بعد ماكو داعي نكتبها، يعني خلص احنا اخذنا تأثيرها واللي هو غير حدود التكامل، بعدها هي ماكو داعي نكتبها، فراح يبقى عند الاكسبونيشال هنا ينزل. هنا كذلك التأثير مالتها شنو؟ انه حدود التكامل راح تتغير، يعني راح يكون من الاثنين وننزل الباقي مثل ما هو. هسه نريد نكامل. التكامل هو عبارة عن القسمة على شنو؟ على الحد اللي موجود يم التي، يعني شنو موجود يم التي نقسم عليه، وهذا راح يكون تكامل الاكسبونيشال. راح نكامل، فراح نقسم على واحد سالب جي اوميجا، والتكامل يكون من الواحد للما لا نهاية، وهنا التكامل من اثنين للما لا نهاية. زين، نجي للتكامل. التكامل شلون راح يكون؟ الحد العلوي ناقص الحد السفلي. يعني هسه لو نجي لهذا، لو نجي لأول واحد شلون راح نكامله؟ راح نكامله كالآتي، عندنا الإكسبونيشال سالب جي أوميجا تي من الما لا نهاية لواحد، فراح أول شي نعوض الما لا نهاية، فتكون عبارة عن إكسبونيشال سالب الما لا نهاية ناقص إكسبونيشال سالب، هنا راح يصير عندنا التي قيمتها واحد، فيصير جي أوميجا هذا قيمته صفر. ليش صفر؟ لأن راح يصير عبارة عن
واحد على exponential سالب ما لا نهاية، واللي معناته واحد على ما لا نهاية، واللي معناته زيرو. فهذا كله راح يساوينا للصفر، يبقى عندنا فقط هذا الحد. فإذا شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا سالب exponential سالب جي أوميجا راح يبقى موجود. عندنا هاي الإشارة السالبة هنا مع هاي الإشارة السالبة هنا، راح وحدة تلغي الثانية فتكون القيمة موجبة. نفس الشيء راح نطبقه بالحالة الثانية، بس بمكان التي تساوي واحد راح تكون التي تساوي اثنين. من خلال هذا المثال عرفنا تأثير اليونت ستيب فانكشن في حالة الفورير ترانسفورم. لو نجي هنا، طبعا هاي عندكم هنا هوم ووركس. لو نجي هنا اريد نشتق الفورير ترانسفورم، لو كان عندنا ريكتانجولار بلس، يعني عندنا موجة مربعة واحدة مو اكثر، والعرض مالتها هو تا والارتفاع مالتها هو اي، شلون راح نيجي نشتقها؟ اول شيء الموجة مالتنا هي عبارة عن ريكتانجولار، نبدي نكتبها هاي الموجة، اجي اريد اكتبها، فالاوف اوف التي راح تساوي لنا الاي اللي هو الامبليتيود او الارتفاع مالتها، الريكت هو اختصار عن الريكتانجلر لان هي موجة مستطيلة، والتي على العرض مالتها اللي هو تاو. زين، من نجي هسه للشكل هذا نريد يعني ما ممكن نخليه بدلالة الريكتانجلر ونجي نكامله، فلازم نحوله بدلالة اليونت ستيب فاكشن. اليونت ستيب فاكشن هاي اذا نريد نشوفها هي منين ممكن نحصلها، هسه لو نجي نريد نحصل هاي الموجة من خلال، يعني ما نقدر نخليها بدلالة الريكتانجلر، لازم نحاول نجد ناخذ لها فصيغة حتى نقدر نكاملها. فلو هسه انا نعتبرنا انه عندنا موجتين، الموجة الاولى تكون مشفتة، طبعا هاي عندنا الموجة الاولى وعندنا هنا الموجة الثانية، هاي هنا مشفتة سالب تي على اثنين وهنا مشفتة تي على اثنين. هاي شلون ممكن نكتبها؟ نكتبها يو اوف تي زائد تاو على اثنين، وهاي ممكن نكتبها باليو اوف تي ناقصا تاو على اثنين. فهسه لو هاي ناقصا هاي طرحناها من هاي، فشنو الموجة الناتجة؟ هذا الجزء ناقصا صفر راح يطلع الجزء نفسه، هذا الجزء ناقصا هاي القيمة. فإذا الأفضل إنه نكتب الدالة بطريقة شنو نقدر نتعامل وياها. فهاي الحسد هذا الرسم ده نلاحظه هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن يونت ستيب، واحدة من عندهم مشفتة لهاي الجهة والأخرى مشفتة بهاي الجهة، فحاصل الطرح بيناتهم هو هاي الموجة المربعة. فلو نجي هسه حاليا نقولنا عندنا اليو اوف تي زائد تي على اثنين ناقص اليو اوف تي الا تي تاو على اثنين هو المرادف للركتانجلر تي الى تاو. زين، هسه لو نجي هنا، لو نجي هنا نجي ناخذ التكامل، ننزل الدالة هاي مثل ما هي. طبعا هنا خطوة مختصرة لان يعني واضحة صارت، وضحناها بالمثال السابق. هاي ايش راح تكون من ننزلها؟ تأثيرها راح انه التكامل يكون عندنا منين؟ من السالب تاو على اثنين الى الموجب تاو على اثنين، وراح يبقى عندنا فقط الاي مضروب الاكسبونيشال. هسا من نريد نكامل، قلنا تكامل الاكسبونيشال راح يكون هو التقسيم على ما موجود هنا اللي هو واحد على سالب جي اوميجا ب اكسبونيشال سالب جي اوميجا تي، وننزل حدود التكامل. هسا هذا راح يطلع لي برا باعتباره يعني كله كونستانت، فش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا الاكسبونيشال سالب جي، طبعا راح نعوض بمكان كل تي تاو على اثنين، هذا هو الناتج بعد التعويض. راح نضرب الدالة ونقسمها على اثنين. بعد ما نقسمها، طبعا هاي خطوة تبسيطية ولكن مطلوبة، بعد ما نقسم الدالة على اثنين ونضرب على اثنين، فش راح يصير عندنا؟ هذا كل الأوميجا ويا الأي والاثنين راح يكون كونستانت، الجي مع هاي القيمة
راح تمثل لنا كلها الساين الأوميجا تي على 2. يعني احنا اتفقنا انه الساين ذكرنا انه الكوساين ممكن ينفتح بدلالة الإكسبونيشال، والساين كذلك ممكن ينفتح بدلالة الإكسبونيشال، وهاي هي الصيغة الخاصة به. فبما انه حاليا احنا حصلنا على هاي الصيغة، اذن هاي معناته انه هي الساين. الخطوة اللي بعدها عندنا دالة اسمها السينك، السينك فاكشن. السينك فاكشن شنو تقول؟ انه السينك، طبعا هاي السينك مالت الزاوية، تساوي ساين الزاوية مقسما على الزاوية. يعني اذا كان عندنا سينك فلنفرض 2x، فتساوي ساين 2x على 2x وهكذا. فهي الزاوية اللي هنا تكون ساين الزاوية هاي مقسم على الزاوية نفسها. فاحنا حاليا عندنا ساين اوميجا تي على 2، فاللي نحتاج الاوميجا موجودة، نحتاج التاو على 2. راح نضرب ونقسم على تاو على 2 ونرتبها، فش راح يكون عندنا 2 و2 راح تروح، تبقى عندنا اي ولي برة تكون موجودة، وهنا راح يصير عندنا اوميجا تي على 2 ساين اوميجا تي على 2 مقسمة على الاوميجا تي على 2، واللي معناتها ككل هي عبارة عن السينك فاكشن، دالة السينك. فاذا راح نرفع الساين كلها وراح تبقى بمكانها السينك فاكشن مثل ما هو موضح هاي الخطوة. هسه لو نجي ناخذ الاي، يعني ناخذ للاي قيمة، الاي ايش تساوي لنا؟ لو اخذنا الاي تساوي 10 والتاو تساوي 2، نجي لهاي الصيغة الاخيرة اللي توصلنا لها، بمكان الاي راح يصير عندنا 10 وبمكان التاو راح يصير 2، فراح الكل يصير 20. السينك شنو لها قيمة؟ اللي هي اوميجا تي على 2. التاو هنا منطنيها 2 وراح نضرب في 2 ونقسم فتختصر، فتبقى عندنا هاي القيمة. من نجرد نرسم السينك فاكشن، السينك فاكشن هو الرسم مالته يكون بهذا الشكل، بهذا الشكل، هاي هو رسم السينك فاكشن. فاحنا هنا عندنا قيم، هاي طبعا الاوميجا وهاي هي السينك فاكشن سينك. فهنا الاوميجا لازم نعرف يعني هاي شنو ترتيبها، شلون نعرف ترتيب الاوميجا؟ راح نجي هنا الاوميجا ايش تساوي لنا؟ الاوميجا تساوي لنا اللي هي 2 باي على 2. هذا منين جبناها؟ هذا القانون اللي هو قلنا الاوميجا تساوي لنا 2 باي في الاف، وقلنا الاف تساوي لنا 1 على التاو او التايم، وهنا راح يصير عندنا 2 باي على التايم. تايم منطينا اياه حاليا 2، فش راح يصير عندنا 2 و2 تروح تبقى فقط باي، فمعناتها راح يكون عندنا الاوميجا هنا هي باي 1 باي 2 باي 3 باي وهكذا، مثل ما نلاحظ هنا من نرسم. هاي هي الماجنتيود مالتها، هذا الماجنتيود العلوي هنا هو ناخذه منه اللي هو 20، وهنا الاوميجا راح نبدي منين؟ من قيمة الباي مثل ما استخرجناها، بعدها 2 باي، بعدها 3 باي وهكذا، من الجهة الموجبة ومن الجهة السالبة. هذا عبارة عن هومورك. هسه نجي الى هذا المثال، يريد من عندنا نطلق نجد الفورير ترانسفورم لو كان عندنا اكسبونيشال فاكشن. طبعا هذا الشيء راح يكون يعني اشبه بالاشتقاق الثابت. فلو كان عندنا الداله هي عباره عن اكسبونيشال سالب اي تي مضروبه بمن؟ باليو اوف تي. طبعا اكو هنا شغله انتبهوا للاكسبونيشال، انه هو اكسبونيشال سالب الاي تي، ماكو يمه جي، لان جي لها فورير ترانسفورمر خاصه بيها، واذا كان بدون جي لها فورير ترانسفورم خاصه به. فحاليا احنا الاكسبونيشال بدون جي، فحتى نجد الفورير ترانسفورم راح اول شيء نكتب القانون، بمكان الاف اوف تي راح ننزل الداله المنطنيه،
بما انه اليو اوف تي منطينا اياها، قلنا اليو اوف تي شغلتها تغير حدود التكامل، بما انه منطينا اياها التي ما مشفت معناتها تبدي من الصفر مثل هذا الرسم. ما دام تبدي من الصفر معناتها راح التكامل مالتنا يصير من الصفر للمالانهاية. بعدها عندنا هذا الاكسبونينشال مالت الدالة الاصلية مضروبة بهذا الاكسبونينشال. اكو قاعدة اللي عند الضرب نجمع الاسس للاساسات المتشابهة. ما دام الاساس متشابه اذا راح نجمع هذولي، والتي يطلع عامل مشترك بيناتهم مثل ما مكتوب هنا. التكامل مالت الاكسبونينشال قلنا هو عبارة عن نقسم على ما موجود يم المتغير، فراح نقسم على واحد سالب a زائد n j w وان كامل من الصفر للما لا نهاية. هسه من كامل من الصفر للما لا نهاية، قيمة الما لا نهاية راح يساوي صفر، واكسبونينشال الما لا نهاية راح يصير عندنا ناقص اكسبونينشال الصفر. هاي راح تروح قيمتها صفر، وهاي راح تبقى قيمتها ايش راح تكون؟ راح تكون عبارة عن واحد، واللي هو هاي موضحة هنا، هاي عندنا صفر وهاي عندنا واحد. فليبقى عندنا، يبقى عندنا هذا الجزء. اذا الفورير ترانسفورم للإكسبونينشال اللي يكون بدون جي وشارط الاس سالب مضروب باليو اوف تي هو هاي هذا الفورير الخاصة بي. اذا اجت الاشارة هنا سالبة راح تكون بهاي الطريقة. اذا اجت الاشارة موجبة ايش راح يتغير؟ هذا حلوش.